Okay. شوية مؤثرات صوتيه كده علشان اللي بيحبوا يسمعوا الاصوات دي النهارده هعمل معاكم خبز الفوكاتشا الايطالي بتكنيك العجن بقى بالطريقه الصح انا كنت عملته قبل كده بس كنت عاملاه بالطريقه السهله الناس اللي ما بتحبش تعجن او او تعمل تكنيك العجن عشان بيبقى ليه تكنيك معين هو اللي بيخلي فيه فراغات عامله كده بيخليه كده شبه شويه الكرواسون من جوه وبيبقى طبعا هش جدا وفلافي وطعمه حقيقي بيبقى تحفه يعني انا وكفايه ريحه البيت كده وهو بيتعمل بيه هديله كده تزويقة من فوق عاملة يعني له شوية أشكال وحركات أتمنى الفيديو يعجبك استخدمت في الوصفه اربع كوبايات من الدقيق نقدر نضاعف المقادير نقدر نقلل المقادير على حسب ما احنا عايزين هننخلهم وحط عليهم معلقه صغيره من السكر نص معلقه صغيره من الخميره وكوبايتين من الميه هعمل تكنيك تخمير طول الليل علشان ده احسن حاجه للعجن اي معجنات تخمير طول الليل او تخمير يوم كامل بيبقى حلو جدا وحطيت كمان عليه معلقتين من زيت الزيتون وهبدا ان انا المه بس بالمعلقه الخشب مش هنعجن خالص يا جماعه مش هننزل بايدينا بس مهم جدا انتوا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو دلوقتي شوفوا ملمس العجينه انا هركز شويه وهخليني شويه في فقره العجين دي عشان انا عايزاكم تشوفوا بصوا احنا ما عجنناش احنا يدوب دخلنا الميه مع الدقيق مع الزيت اللي احنا حاطينه وده بيبقى ملمس العجينه زي ما انت شايفين كده بتبقى ملزقه وبتبقى مكرمشه وبتبقى شكلها مش احسن حاجه بصوا اهي هي هو ده بالظبط بيبقى شكلها ما خالص بايديكم غطوها وسيبوها تستريح نص ساعه انا هحب ان انا احط عليه التوم اللي بيبقى محطوط في زيت الزيتون ده اللي بيبقى طري جدا فجبت حله صغيره عندي عشان اعمل كميه صغيره فهستخدم فيها تومه واحده علشان ازين بيها حطيت عليها شويه من زيت الزيتون و كده تتنقع لتاني يوم لغاية لما اجي اعمل الخبز ده او اسوي الخبز ده بصوا بعد نص ساعة بقى شكله عامل ازاي انا هوريكم دلوقتي عمل بقى طبعا فقاقيع شكلها حلو وكمان هوريكم قد ايه ملمس العجينه طري وبقى متجانس ومتناسق مع بعضه جدا وبقت ملساء كده عامله زي بشره البيبي مهم بقى ان احنا نبل ايدينا ميه ونبدا ان احنا نسترتش العجينه بتاعتنا يعني نمط العجينه زي ما انتم شايفين كده نمطها لغاية لما تحس ان هي هتقطع معاكي مطيها ونزلي العجين نفس التكنيك اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده هلف بقى البولة بتاعتي هعملها من جميع النواحي يعني تقريبا هعملها اربع مرات التكنيك ده نعمله كم مرة؟ نعمله من ثلاث لاربع مرات مهم جدا لو عايزين نتيجة كويسة يبقى نسترتش العجينه او نمط العجينه ونطبقها كده زي ما انتم شايفين ثلاث يعني انا بصوا انا عملتها ثلاث مرات بس يعني لو عملتيها اكتر من كده واي نوت مفيش مشكله يعني لو احنا عملنا العجينه دي الصبح طبعا احنا طول اليوم يا اما بننظف يا اما بنروق يا اما بنعمل اي حاجه والاطفال في المدرسه وانتي راحة ومعدية على المطبخ افتحي واديها مطة او اديها عجنة او اديها شدة بجد راحة نفسية اصلا وانتي ماسكة العجينة بص ما بتلزقش في, في الايد ازاي لو بليتي ايدك مية مش هتلزق فيها وملمسها جميل جدا 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 فوق ما تتخيل انا عملت الموضوع ده ثلاث مرات لو الجو حر هتعنيها في الثلاجة لو الجو ساقعه هتسيبيها بره وقبل بقى ما نبتدي ان احنا نخبزها لو أنتي حطاها في التلاجة سيبيها تاخد درجة حرارة الغرفة يعني طلعيها من التلاجة وسيبيها تقريبا ساعة بره لغاية لما تاخد درجة حرارة الغرفة انا حطيتها في صينية هعمله تخين شوية عشان انا عايزة استخدمه حشو سندوتشات يعني هعمله سندوتشات ف... فعايزة تخين شوية عايزينه ارفع حطوه في صينية اكبر حطيت بقى من تحت زيت زيتون هو بيتميز طبعا بزيت الزيتون ومن فوق زيت زيتون وسبته كمان يستريح بقى مش يخمر سبته يستريح في الصينيه دي لمده نص ساعه وزي ما قلت يعني بحبحوا ايديكم كده بزيت الزيتون عشان يطلع طعمه حلو وبنبدا بقى نديله الشكل بتاع خبز الفكاتشا المشهور ده اللي هو بنقعد ننغزه كده بايدينا جامد وبدات بقى ازينه باي حاجه انا اديته شويه حركات كده بالروزميري والزعتر و وشويه بصل وطماطم عملتها على شكل ورده وفلفل وبيتحط عليه من فوق حطيت بقى عليه من فوق الثوم بصوا بقى بقى طري ازاي كده وطعمه يتاكل اصلا حاف رشيت برده شويه زعتر كده فريش وروزميري ممكن على فكره ما تحطوش اي حاجه تحط عليه شويه ملح وزيت زيتون وخلاص دخله بدخل فرن الفرن على درجه حراره 200 مهم جدا لمده عشرين دقيقه خمسة 25 دقيقه الوجه بتاعه لو لسه ما ممكن تفتحوا عليه الشوايه بيبقى كريسبي كده من فوق زي ما انتم شايفين اول ما طالع حطيت عليه كده رشه من زيت الزيتون بتطري الـ الـ السطح بتاعي وكمان طبعا بتديله له طعم حلو الفيديو بتاعي خلص اتمنى ان هو يكون عجبكم لو عندكم اي اسئله سيبوها لي تحت في الكومنت هكون سعيده وانا برد عليها اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب وباي